وخلال جلسة عرض أراء أطراف الدول بشأن النتائج المرتقبة ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ورئيس المؤتمر خلال كلمته أكد شكري سعيه لتحقيق تقدم مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية مشددا على أنه لن يتنازل عن الوصول إلى التعهدات التي نرجوها من كوب 27 وسعي المشاركين إلى إيجاد عامل مشترك بين جميع الاطراف لتحقيق الاهداف بالاضافه الي التجديد علي الحلول الفعلية لمواجهه تداعيات التغيرات المناخيه واكد شكري ثقته في النتائج التي سيقدمها المؤتمر مشيرا الى ان الساعات القادمه ستحمل الكثير من المناقشات الثنائيه والموسعه بين رئاسه المؤتمر وجميع الاطراف الفاعله على ان تكون المناقشات مكثفه ومثمره بمشاركه جميع الوفود لنمضي قدما نحو تحقيق الاهداف